أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. لا يخلف الله الميعاد. والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى.
ما شاء الله. لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. نعره تكبير أولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف فيها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد
وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لا أحسنت يا شيخ، بارك الله. أهلا وسهلا مرحبا. يا شاء الله يا شيخ. بارك الله في عمرك. مرحبا يا أخي. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم مرحبا يا شيخ.
نعرہ تکبیر شیخ حسام شیخ حسام الله نزل أحسن
شاء الله. كتابا متشابها مثاني. الله شيخ حسام بارك الله. هان الله مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله كتابا متشابها مثاني. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا شيخ حسام ما شاء الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما ثم ما أدراك.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله انت اثرت يا شيخ. وما ادراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. بارك الله في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.